ظهرت العديد من البرامج التي تركز على فكرة التعليم البديل المساند للتعليم الأكاديمي الذي يعمل على تقوية القدرات الذهنية والفكرية والحركية إضافة إلى الدعم النفسي بحيث يصبح الأطفال أكثر وعياً وإدراكاً لكيفية تطوير ذاتهم وأهمية تطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع من خلال إنجاز المشاريع للعمل على إفادة المجتمع ككل وبالأخص الأطفال. فهنالك الكثير لا يعرف ما هو التعليم البديل وما هي أماكن تواجده، فالبعض لا يهتم بأمور تطوير الذات ولا لأن يمتلك مهارات حياتية يستطيع من خلالها فهم الحياة العملية الواقعية. من إحدى هذه البرامج التي تركز على فكرة التعليم البديل هو برنامج الطفولة المبكرة والإعاقة في الصندوق الأردني الهاشمي. فهذا البرنامج يستقطب الأطفال والشباب من جميع الجاليات، فهي ليست موجهة فقط إلى أطفال الأردن. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج قمنا بزيارة برنامج الطفولة المبكرة والإعاقة وقمنا بعمل اللقاء مع مديرة البرنامج. برنامج الطفولة المبكرة والإعاقة هو إحدى الوحدات والبرامج ضمن الصندوق الأردني الهاشمي اللي يعنى بقضايا الطفولة وقضايا اليافعين، اللي من خلال البرنامج يقدم مجموعة من الخدمات اللي بتستهدف الأطفال من ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة. فعلينا كشباب يافعين واعيين أن نقوم بالإعلان عن هذه البرامج وإخبار الأهالي بها، وعلى الأهالي أيضاً أن يتابعوا من مثل هذه النشاطات لتنمية قدرات أطفالهم ليخرجوا منهم أشخاص ناجحين. فهنالك الكثير من معادلات الحياة وأهمها الوعي والإدراك والإرادة، إضافة إلى برامج وورشات تدريبية موجهة للأطفال والشباب يؤدي إلى خروج شباب يمتلكون مهارات الحياة الأساسية ولديهم القدرة على إحداث التغيير في مجتمعاتهم.